بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين اليوم الحادي عشر من شهر برمهات المبارك أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي أمين في مثل هذا اليوم استشهد القديس باسيليوس أسقف أورشليم اشتهر هذا القديس بحياة التقوى والقداسة فرسمه القديس هرمون بطريرك أورشليم أسقفا عاما سنة 298 ميلادية مع أساقفة آخرين ليكرزوا ببشارة الملكوت في البلاد التي لم يصلها الإيمان كرز هذا القديس في بلاد كثيرة ولما دخل مدينة شرصونة ببلاد الشام ونادى فيها بالإيمان المسيحي فآمن على يديه بعض من أهلها وغضب البعض الآخر، فصاروا ضده وطردوه فخرج إلى خارج المدينة مداوما على الصلاة إلى الله لكي ينير بصيرتهم ويؤمنوا بالسيد المسيح. وبسماح من الله مات ابن والي المدينة وكان وحيدا له فحزن عليه كثيرا وحدث في الليلة التي دفن فيها أن رأى الوالي في رؤيا ابنه واقفا وهو يقول استدعي القديس بسيلاوس وأسأله ان يصلي إلى السيد المسيح من أجلي فاني في ظلمه عظيمه فانتبه الوالي من نومه واخذ عظماء المدينه واتى الى مغاره القديس وطلب منه ان يدخل